بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. أحكام البيعة وحكم الخروج على ولاة الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألف على الحق قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا المعاصي والآثام واجعلنا من الراشدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في خاتمة ملتقى إياكم الغلو الذي ينظمه مشكورا مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالروضة في سلسلة من المحاضرات خاتمتها هذا المساء مع والدنا صاحب الفضيلة العلامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، عن محاضرة بعنوان أحكام البيعة وحكم مخالفة ولي الأمر أو الخروج على ولي الأمر. وبادئ ببدء نشكر لفضيلته استجابته للدعوة، ونسأل الله أن يبارك في علمه وعمله وعمره، وأن يجعل هذا في ميزان حسناته، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع وحسن العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وذلك لما يترتب على الاجتماع، اجتماع المؤمنين، من القوة والتآلف والمحبة بينهم، تناصر على الحق. ولذلك شرع الله للمسلمين اجتماعات تتكرر عليهم في اليوم والليلة، وتتكرر في الأسبوع، وتتكرر في السنة. يجتمعون في مكان واحد لأداء عبادة وفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. شرع لهم صلاة الجماعة، الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وتوعد الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة من غير عذر، غير عذر شرعي. وشرع لهم الاجتماع أسبوعيا لصلاة الجمعة، شرع لهم الاجتماع أسبوعيا لصلاة الجمعة، وشرع لهم اجتماعا سنويا لصلاة العيدين، وشرع لهم اجتماعا أكبر يأتي إليه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها لأداء الحج كل سنة. ووحد كلمتهم في هذه الاجتماعات، يقتدون بإمام واحد في الصلوات الخمس وفي الجمعة وفي الأعياد، وكذلك يجتمعون على أداء المناسك، مناسك الحج، تحت قيادة واحدة هي الولاية على بلاد الحرمين. وشرع الاجتماع أيضا لبعض النوافل كصلاة التراويح وصلاة الكسوف، كل هذا تربية للمسلمين على الاجتماع والتآلف والتعارف والتراحم، وأن يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تفقدوا بعضهم بعضا في هذه الاجتماعات، فمن فقدوه بحثوا عنه وتعرفوا على حاله ونصحوه إذا لم يكن له عذر بأن يحضر المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين. فلو أن المسلمين تفرقوا وكل يصلي وحده ولا يرى بعضهم بعضا، لحصل من التنافر والتناكر والاختلاف الشيء الكثير. فهذا الدين ولله الحمد هو دين الاجتماع والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان،
ولما كان الاجتماع للمسلمين لا يتم ولا يحصل إلا بقيادة تقودهم وتتولى أمورهم وتنفذ الأحكام الشرعية فيهم وتمنع الظالم عن ظلمه وتؤدي الحق لصاحبه، فهذا لا يتم إلا بقيادة وولاية منهم من المسلمين. والولاية والقيادة لا تتم إلا بالسمع والطاعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يعصم من الاختلاف والضلال أمران: الأمر الأول السمع والطاعة لولي أمر المسلمين وعدم الخروج عليه وعدم معصيته إذا أمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات، فلا يفرق المسلمين إلا أحد هذين الأمرين: الأمر الأول الخروج على ولي أمر المسلمين وعصيانه، والأمر الثاني الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البدع والمحدثات في الدين. وأمر وأكد صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور، فقال: من يطع الأمير فقد أطاعنا، ومن عصى الأمير فقد عصانا. ونهى صلى الله عليه وسلم وشدد عن مفارقة جماعة المسلمين والشذوذ والاختلاف، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: من شق عصا الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. ولما سأله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما يحصل الاختلاف ماذا يعمل، قال له صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فأمره باعتزال الفرق المختلفة والتمسك بالكتاب والسنة ولو كان وحده، تمسك بالكتاب والسنة حتى يأتيه الموت ويصبر، يصبر على ما يلقى في ذلك من التعب ولو أن يعض على أصل شجرة. كل هذا يدل على احترام السمع والطاعة واحترام ولاة أمور المسلمين وعدم مخالفتهم ومعصيتهم. ولكن أعداء الإسلام خصوصا في هذا الزمان يحاولون أن يبثوا الفرقة بين المسلمين، ويحاولون أن ينشروا الأفكار الخبيثة والسموم القاتلة التي تفرق جماعة المسلمين، تبغض إمامهم إليهم وتبغضهم إلى إمامهم من أجل أن يتفرقوا فيصبحوا تحت أيديهم ويهون قيادهم لعدوهم.
لأن العدو يعلم أن المسلمين إذا اجتمعوا تحت قيادة إمامهم فإن عدوهم لن يستطيع أن ينال منهم، أما إذا تفرقوا واختلفوا فإن العدو يتغلب عليهم ويتدخل في شؤونهم، وحينئذ لا يرحمهم ولا يشفق عليهم لأنه عدو، والعدو لا يتوقع منه رحمة ولا يتوقع منه خير في عدوه. فهذا أمر من أصل العقيدة، اجتماع الكلمة والنهي عن التفرق ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا من أصول عقيدة المسلمين، وهو مسجل في كتب العقائد يتدارسه المسلمون جيلا بعد جيل ويدرسونه لأولادهم وشبابهم، لأنه أمر مهم جدا. ولما كان لا يتم اجتماع كلمة المسلمين وائتلافهم إلا بإمام ينصبونه يتولى شؤونهم، فإن نصب الإمام فريضة على المسلمين. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغلوا في تجهيزه عليه الصلاة والسلام حتى بايعوا الخليفة من بعده، مما يدل على أن أمر الإمامة والقيادة أمر مهم جدا، لا تمر ساعة أو أي زمن إلا وللمسلمين إمام تنعقد عليه بيعتهم وجماعتهم. والإمامة تتم بأحد أمور ذكرها أهل العلم: الأمر الأول بيعة أهل الحل والعقد لإمام يختارونه، كما بايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر الصديق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبايعه أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار، وتبعهم بقية المسلمين، فبقية الرعية تبع لأهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء وذوي الرأي والعلم والشان، فإذا بايع هؤلاء فالبقية تبع لهم ينوبون عنهم ويمثلونهم، لأن المسلمين كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الطريق الأول من طرق انعقاد البيعة لولي الأمر، أن يختاره أهل الحل والعقد من المسلمين ويبايعونه، فإذا تمت بيعته من أهل الحل والعقد لزمت طاعته والانقياد له من حضر البيعة ومن لم يحضرها من المسلمين. الأمر الثاني مما تنعقد به البيعة اختيار ولي العهد، أن يختار ولي أمر المسلمين من يتولى الأمر من بعده، تسمى هذه ولاية العهد. فإذا اختار ولي الأمر من يقوم بالأمر من بعده لزمت طاعة ولي العهد من بعد موت الإمام، وتنفذ إمامته باختيار ولي الأمر له، لأن ولي الأمر نائب عن المسلمين، فإذا اختار وليا للعهد لزم المسلمين القبول والطاعة. والدليل على هذا اختيار أبي بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب ولاه العهد من بعده، فرضي بذلك المسلمون وانقادوا ولم يعترضوا، فعمر بن الخطاب تولى الأمر بولاية العهد ممن قبله وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الطريق الثالث ما تتم به بيعة ولي الأمر إذا تغلب بسيفه على المسلمين، تغلب بسيفه على المسلمين، لم يكن هناك ولاية، فقام رجل فيه الكفاءة وفيه القوة وتغلب بالقوة والسيف، فإنه تجب طاعته وتتم ولايته بذلك، لأن منازعته
تجر على المسلمين شرا وتفجر خلافا وسفكا للدماء. فإذا قام واحد من المسلمين في مجتمع ليس فيه إمام، إما أنه مات الإمام أو غير ذلك، وتغلب بالقوة والسيف وهو مسلم، تجب طاعته. أما أن يقوم هذا وولي الأمر موجود فهذا أمر محرم ولا يجوز، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. قال: إذا أتاكم من يريد أن يفرق جماعتكم، من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يشق عصا الطاعة ويفرق الجماعة، فاقتلوه كائنا من كان. أما إذا لم يكن هناك ولي أمر وقام من المسلمين من تتوفر فيه الكفاية وتغلب بالقوة، ففي هذا خير للمسلمين، فتلزم طاعته. ويمثلون لذلك عبد الملك بن مروان الأموي، فإنه لما انتهت الخلافة من معاوية ويزيد ابنه، وحصل بين المسلمين ما حصل من الاختلاف، قام عبد الملك بن مروان وكان رجلا شهما شجاعا عالما حازما، فضبط الأمور، ضبط الأمور واستولى على الرعية، فأطاع له المسلمون، وفيهم العلماء وفيهم أصحاب الرأي، انقادوا له وأطاعوا لما في ذلك من المصلحة للمسلمين. فهذه هي الأمور الثلاثة التي تتم بها البيعة لولاية الأمر كما ذكرها أهل العلم أخذا من تاريخ المسلمين الماضي في عهد الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. فيجب علينا أن نسير على هذا المنهج، ولا نستورد نظاما من الخارج مخالف للإسلام ونتبعه، بل يجب علينا أن نتبع ما جاء به الشرع المطهر وسار عليه المسلمون وأقروه، فمن خالفه فقد شذ عن الجماعة، ومن شذ في النار. أما ما يذكر الآن من البيعة لبعض الفرق السياسية أو الفرق المبتدعة من أنهم يبايعون واحدا جماعات سياسية لا تدخل في طاعة المسلمين ولا ترى رأي المسلمين، وإنما تريد أن تفرق الشمل فيبايعون واحدا منهم، فهذه بيعة باطلة. وهذه ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصا الطاعة فاقتلوه كائنا من كان. والنوع الثاني بيعة أهل البدع من الصوفية وغيرهم، يبايعون واحدا منهم على أنهم يتبعونه ولا يخالفونه، مهما أمرهم يطيعونه ولا يخالفونه، هذه بيعة أهل التصوف، ويطيعونه طاعة عمياء وينقادون له انقيادا تاما، وهو على غير هدى وليس هو ولي الأمر، وإنما يعتبرون هذا من دينهم ويوجبون طاعته، فهذا محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المسلمين أجمعوا كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، المسلمون أجمعوا على أن من يرى أنه تجب طاعة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فلا أحد تجب طاعته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد تجب طاعته أبدا، إنما يطاع إذا أطاع الله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا خالف الرسول وخط له خطا يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة أو في الاتباع،
فهذا يجب قتله إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالبيعة إنما تكون لولي الأمر. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يبايعون الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فلا أحد يبايع على السمع والطاعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخليفة وولي الأمر. أما القيادات الجماعية والحزبية والقيادات البدعية فهذه بيعات باطلة، ولكن الأخيرة أشد، وهي إلزام الناس بطاعة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب التنبه لهذا الأمر، فإنه أمر مهم جدا، ولا يجوز أن يقلل من شأن ولي الأمر، لا يجوز أن يقلل من شأنه وأن يتكلم فيه في المجالس أو في الخطب أو في المحاضرات، لا يجوز أن يتكلم بأخطائه وتشهر أخطاؤه، لأن هذا يفرق الكلمة ويجري على ولاة الأمور، وربما يؤول إلى القتال، شق عصا الطاعة. ولكن ولي الأمر يناصح، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتوصل إليه النصيحة، توصل إليه النصيحة سرا بينه وبين الناصح، إما عن طريق المشافهة، وإما عن طريق الكتابة، وإما عن طريق المكالمة الهاتفية، وإما عن طريق الوصية بأن يوصى من يبلغه النصيحة. ولا تفشى النصيحة على الناس وتشهر بأخطاء ولاة الأمور، لأن هذا يجلب شرا ولا يحقق خيرا، لا يحقق خيرا. وهذا المسلك هو الذي سلكه الخوارج من قبل، سلكه عبد الله بن السوداء اليهودي حينما أخذ يسب عثمان الخليفة الراشد، خليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، جعل هذا اليهودي الذي ادعى الإسلام ينفث سمومه بين المسلمين ويؤلبهم على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نتج عن ذلك ما نتج من قتل عثمان رضي الله عنه، وانفتح باب الفتنة على الأمة. ولا تزال الأمة تعاني بعد مقتل عثمان بسبب هذا الخبيث الحاقد الذي أخذ ينفث سمومه بمسبة الخليفة، حتى حقد السفهاء وضعاف العقول وضعاف الإيمان، حقدهم حتى انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه من الجريمة الكبرى. وكذلك الخوارج، ماذا حصل منهم من الشرور على المسلمين، ولا يزال يخرج منهم من يخرج ويحصل شرور على المسلمين بسبب مخالفة ولاة الأمور وشق عصا الطاعة بحجة الغيرة على الدين وإنكار المنكر. بل هذا هو المنكر نفسه، ليس هذا هو النصيحة، هذا هو المنكر، ليس هذا هو الأمر بالمعروف. هذه طريقة الخوارج والمعتزلة، أنهم يقومون على ولاة الأمور ويشقون عصا الطاعة ويقولون هذا من إنكار المنكر، بل هذا هو المنكر نفسه، لما يلزم عليه من شق عصا الطاعة وتفرق الجماعة وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال وتسلط الأعداء. ليس هذا هو العلاج. إذا حصل أخطاء من بعض ولاة الأمور، ليس العلاج أن تشهر أخطاؤهم في المجتمع
لأن هذا يحقد الناس ويجري الأشرار، وبالتالي يؤول إلى الافتراق والشقاق، ويؤول إلى ما لا تحمد عقباه. فهذا أمر يجب تنبه له، لأنه قد ينطلي على بعض الناس أن هذا من الغيرة لدين الله ومن إنكار المنكر. نعم، إنكار المنكر واجب، لكن إنكار المنكر له درجات وله أحوال وله نظام بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فليس من إنكار المنكر تشهير بولاة الأمور، تحريض الناس عليهم، تكبير أخطائهم. هم بشر يخطئون ويصيبون، ما في شك، ولا نقول إنهم لا يناصحون، يناصحون، ولكن تكون النصيحة بالسرية التامة التي يحصل بها الخير ويندفع بها الشر. فهذه أمور يجب تفطن لها، لأننا الآن كما تعلمون نعيش في عالم اختلط فيه الحابل بالنابل، وظهر من يدعي العلم والله أعلم بحقيقته، وظهر من يدعي النصيحة والله أعلم بما يكن في نفسه. فحصل خوض في هذا الأمر العظيم، وهذا أصل من أصول العقيدة لا يجوز التهاون به، والعلماء لم يهملوا هذا الشيء، بل إنهم ذكروه في كتب العقائد ونظموه ووضحوه وبينوا ما لولاة الأمور من الحق وما للرعية من الحق. بينوا ما لولاة الأمور على الرعية من الحق، وبينوا ما للرعية على ولي الأمر من الحق بموجب الكتاب والسنة، لا بموجب الأهوى أو التقليد الأعمى أو التأثر بما عند الكفار من الفوضى. فأمر المسلمين أمر متميز. قال الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن المنكر الكلام في ولاة الأمور مما يجر شرا ولا يحقق خيرا ولا يكون من النصيحة، وإنما هو من الفضيحة وإغار الصدور. يجب التنبه لهذا الأمر، فإنه مهم جدا. ولا يصلح المسلمون بدون ولاة أمور. ومن أين يأتون ولاة الأمور؟ يأتون من الملائكة. ولاة الأمور منهم، من نفس المسلمين ومن نفس المجتمع. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال منكم، أي من المسلمين. فولي الأمر من المسلمين، بشر يخطئ ويصيب، ولكن لا يتخذ من خطئه التشهير والتغرض ونشر الاختلاف، بل يناصح بالطريقة الصحيحة. الله جل وعلا قال لموسى وهارون حينما أرسلهما إلى فرعون الملك الجبار، قال فأتياه، قال ائتياه، ما قال أوقفوا بالمساجد ولا بالأسواق وسبوه، لأن هذا يجر شر. قال فأتياه، ائتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوف، ائتياه، ها قال وقفوا بالشوارع ولا في التجمعات وسبوا فرعون، لأنه يعني يتسلط على الناس كلهم، لكن قال ائتياه. وإذا أتيتموه قولا له قولا لينا، لا تثيروه بالكلام القاسي والعنجهية، مع أنه كافر ملحد، لكن الكلام الطيب يؤثر على الإنسان، ولو على الأقل يخفف شره ويخفف وطأته ويجعله يصغي إلى قبول الحق، فإما أن يقبل وإما أن لا يقبل. المهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالأمور لها
سياسة ولها ضوابط ولها حدود، ونحن لا نستورد مذهبنا ومنهجنا من عادات الكفار ومن فوضى الكفار، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، وإنما نستورد منهجنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما عليه جماعة المسلمين. فهذه هي البيعة وأهميتها، وأنها هي التي ينعقد بها الحكم بين الناس بالبيعة بالطرق التي ذكرناها نقلا عن أهل العلم. وهذا ما يلزم بعد البيعة، ما يلزم المسلمين بعد تمام البيعة من السمع والطاعة والنصيحة وعدم الإساءة إلى ولاة الأمور واتخاذ أخطائهم سلما للنيل منهم، بل نحن لا نرضى بالأخطاء لا من ولاة الأمور ولا من غيرهم، ولكن نعالج الأمور بحكمة وبروية، لأن الأمور إذا عولجت بغير حكمة نتج عن ذلك الضرر العظيم وتفاقم الأمر الخطير. وأيضا هذه الأمور لا يجوز أن يدخل فيها من هب ودب، وإنما هذه الأمور توكل لأهل العلم وأهل البصيرة الذين يعالجون الأمور على ضوء الشريعة، فمن لاحظ شيئا فإنه يبلغ أهل العلم ويبين لهم ما رأى أو ما سمع، وأهل العلم يتولون علاج هذا الأمر. وإن كان الإنسان له صلة ويستطيع أنه يصل إلى ولاة الأمور فإنه يبلغهم مشافهة بينه وبينهم، فهذا هو الطريق الصحيح وهذا هو العلاج الناجح. وأما غير ذلك فإنه الفوضى والشر وانحلال الكلمة وتفرق الجماعة، وبالتالي يحل بالمجتمع ما حل بالمجتمعات الفوضوية، وأنتم تشاهدون الآن ما حل بالمجتمعات التي ليس لها ولاة أمور. تعلمون هذا في العراق، تعلمون هذا في الصومال، تعلمون هذا في الأفغان، كل هذا نتيجة لأنهم ليس لهم ولاة أمور، وإنما أصبحوا عصابات وجماعات، كل جماعة تريد أن تستقل بالأمر وتنتصر على الأخرى، وما زالوا كما تعلمون في أخذ ورد، ولن ينكشف ما بهم إلا إذا اختاروا ولي أمر منهم ودخلوا تحت طاعته وانقادوا لبيعته، عند ذلك يدفع الله عنهم الشر. فولاة الأمور جنة كما في الحديث، جنة يتستر من ورائها المسلمون، يدفع الله بهم من الشرور ومن كيد الأعداء ما لا تعلمونه أو تعلمونه، فهم جنة لمن وراءهم، فلا يستهان بهم أو يحط من قدرهم، بل الواجب الدعاء لهم بالتوفيق، دعاء لهم بالهداية، الدعاء لهم بالإعانة. ولهذا يقول بعض السلف: إذا رأيت الرجل لا يدعو لولاة الأمور فاعلم أنه عنده نزعة خروج، لأن هذا شأن الخوارج. فكيف بالذي يدعو على ولاة الأمور؟ الذي يدعو على ولاة الأمور هذا أشد من الذي لا يدعو لهم ويسكت. فالواجب أن نناصحهم وأن ندعو لهم وأن نتعاون معهم في الخير ونناصحهم عن الشر، هذا هو واجبنا جميعا. والله جل وعلا قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذا في حق ولاة الأمور، أوصاهم الله بهذه الوصية. ثم أوصى الرعية فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية الأولى في حق ولاة الأمور،
والآية الثانية في حق الرعية، وكل عليه واجب وكل يعرف مهمته، وإذا تضافرت الجهود وتعاون المسلمون ودرسوا دينهم وعقيدتهم عرفوا الحق من الباطل. وأما إذا جهلوا هذا الأصل وتلقوا الإرشادات والتوجيهات من المغرضين ومن أصحاب الضغائن فإنها تحصل الكارثة للمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمات قلتها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما فيها من صواب وأن يغفر لي ما كان فيها من خطأ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تفضل به، نسأل الله أن يجعله في ميزان عمله الصالح. صاحب الفضيلة، هل من أسباب التكفير كثرة الذين يطالبون بالانحلال وينادون بخروج المرأة ويسبون ويتنقصون من قدر العلماء الذين هم مرجعنا، فما رأيكم وما توجيهكم لنا تجاه أمثال هؤلاء الكتاب وفقكم الله؟ هؤلاء على طرفي نقيض. طرف الأول من ينزعون نزعة الخوارج بالتكفير والتفسيق والتبديع من غير علم من غير بصيرة، فهم يطبقون التكفير أو التبديع أو التفسيق على من لا يستحق ذلك لجهلهم وعدم علمهم، وهذا خطر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا فاسق يا عدو الله وهو ليس كذلك رجع ذلك إليه. هذا طرف، طرف غلب عليهم الجهل مع غيرتهم وحماسهم، لكنهم على جهل فوقعوا في التكفير والتفسيق والتبديع من غير بصيرة. وهذا شأن الخوارج من قبل، خوارج كفروا الصحابة، كفروا الصحابة، كفروا عثمان وعلي والصحابة معهم، لأنهم لا يرون رأيهم، لأن الصحابة لا يرون رأيهم فكفروا. هذه نزعة الخوارج. الطرف الثاني الطرف المنزلق، المنزلق المتساهل في أمور الدين، الذي يريد أن يكون الإسلام اسما بلا مسمى، لا يحصل فيه أمر ونهي وحدود وعقوبات على المجرمين، ولا يحكم على أحد بالكفر وهو يستحق ذلك، ولا يحكم على أحد بالبدعة وهو يستحق ذلك، على طرفي نقيض. فالصنف الأول يطبق الأحكام في غير محلها، والطرف الثاني يريد أن يزيل الأحكام نهائيا، ولا يريد إلا بس أن يقال مسلم اسم بالاسم، ويفعل ما يشاء، ويقول بحرية الرأي حرية الكلمة وإلى آخر ما يقولون. فهم على طرفي نقيض، والوسط هو الخير، الوسط هو الخير، وهو اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. ولكن هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى تفقه وأخذ عن العلماء. لا يأخذ الإنسان العلم من رأسه ولا من كتابه ولا من جاهل مثله، وإنما يؤخذ العلم عن العلماء في المساجد في المدارس في المعاهد في الكليات، حتى يعرف الحقيقة ويعرف الأمر. هذا هو العلاج لهذه المشكلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: غفر الله لكم يا شيخ، ما هو رأيكم في من يثبط الشباب الملتزمين ويتهمهم بالتشدد لأنهم عمروا ظاهرهم بالسنة؟ لا يجوز تنقص من يريد السنة ويحرص عليها، وإن أخطأ إنه لا يجوز أن يتنقص وأن يحط من قدره، لكن يوجه التوجيه السليم، لأن يقال أنت تريد السنة وتريد الخير لكن الطريق هو هكذا وهكذا، ويشرح له ويوجهه التوجيه السليم، هذا هو المطلوب. نعم. حفظكم الله. يقول: هل البيعة للإنسان فيها اختيار، فيخلع بيعة من يشاء من الحكام وينتقل إلى بيعة حاكم آخر سواء في بلده أم في بلد آخر؟ إذا تمت البيعة على الوجه المشروع لا يجوز لأحد أن يخرج عليها، فإن خرج فهو خارج عن الجماعة، وإن فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم بالجماعة فإن يد الله
على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فإذا تمت البيعة فلا يجوز لأحد أن يخالفها ولا أن يبايع من شاء، لأن بيعة المسلمين تمت وانتهت وانعقدت، لا تجوز مخالفتها. نعم. حفظكم الله. هذا سؤال من الإخوة في جريدة الرياض، الأستاذ علي حظان، يقول: ظهر في الآونة الأخيرة من يدعون الإصلاح باسم الدين وقاموا بالإفساد والتفجير وإراقة الدماء وترويع الآمنين، كيف تردون على مثل هؤلاء وما هو توجيهكم للشباب؟ أشرنا إلى هؤلاء لأنهم على طريقة الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمور، بل على الخلفاء كعثمان وعلي رضي الله عنهما، خرجوا عليهم وشقوا عصا الطاعة وقاتلوا المسلمين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وأخبر عنهم وقال: إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ولذلك قاتلهم علي رضي الله عنه ومعه الصحابة تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فوقى الله شرهم عن المسلمين. ولكن هؤلاء المتأخرون زادوا على الخوارج لأنهم يفجرون البيوت والمباني، وهذا من الإفساد في الأرض، هذا زيادة على مذهب الخوارج. فهم على مذهب الخوارج وزادوا عليه ما لم يكن عند الخوارج. خوارج يبارزون في المعارك يقاتلون من قاتلهم، أما أنهم يدخلون في البيوت يفجرونها وفي الشوارع هذا زيادة على مذهب الخوارج، هذا من الإفساد في الأرض والعياذ بالله، هذا أمر لا يجوز. نعم. حفظكم الله. يقول: في بلاد الكفر مثل الأوروبية والروسية حين يكون الإسلام ضعيفا، هل يشرع للمسلمين هناك أن يجتمعوا في الجماعات تحت الأمير الواحد الذي له العلم الشرعي، وذلك لتقوية الدعوة ولكي لا يتفرق المسلمون، وما حكم البيعة لذلك الأمير؟ نعم، هذا صحيح. مسألة الأقليات التي في بلاد الكفر يجتمعون على خيرهم وأحسنهم ويبايعونه بيعة محددة، ما هي بيعة عامة، إنما هي بيعة محددة في مكانهم وفي جماعتهم، وهذا ما يسمى بالمراكز الإسلامية، هذا لا بأس به، وهذا من مصلحة المسلمين في تلك البلاد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل معصية ولي الأمر المباشر مثل المدير في الدائرة ونحوه مثل معصية ولي الأمر الأكبر من حيث الإثم؟ نعم، هذا من معصية ولي الأمر، لأن هذا نائب عن ولي الأمر، فالمدير نائب عن ولي الأمر، يجب طاعته في الأنظمة الحكومية التي ليس فيها معصية، إنما هي للمصالح، تنظم المصالح وتدفع المفاسد، فيجب طاعة المدير تبعا لطاعة ولي الأمر، لأنه نائب عنه في هذه الدائرة. نعم. حفظكم الله. هذا يقول: رجال الأمن يقومون بجهود مباركة في هذا الوطن خصوصا مع هذه الفئة الضالة، نريد كلمة وحث لهم والدعاء لهم حفظكم الله. نسأل الله أن يعين كل من ناصر الإسلام والمسلمين ودافع عن حرماتهم، ولا شك أن رجال الأمن قاموا أو يقومون بواجب للدفاع عن المسلمين وعن حرمات المسلمين، وهم من أبناء المسلمين ولله الحمد، فلهم الأجر إن شاء الله، وواجبنا أن ندعو لهم. ثم نعلم أن الأمن، أن كلنا رجال أمن في الحقيقة، كلنا رجال أمن نتعاون معهم، الأمن من هو له، ما هو لنا، الأمن للجميع، لماذا لا نتعاون معهم فيما نستطيع لدفع الشر ودفع الضرر عن المسلمين؟ فالأمن للجميع والواجب على الجميع. نعم. حفظكم الله. يقول: يذكر بعض الكتاب أن ولي الأمر الذي تجب مبايعته هو ولي الأمر العادل، أما ولاة الجور والظلم فلا تنعقد بيعتهم ولا تجب طاعتهم. هذا خلاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعتهم وإن جاروا وإن ظلموا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله سلطان، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخطاء ولاة الأمور لا تجيز الخروج عليهم إلا إذا بلغت حد الكفر وكان هناك استطاعة في استبدالهم، أما إذا لم يكن هناك استطاعة فأيضا يجب الصبر حتى يأتي الفرج. أما
أننا نتخذ من أخطائهم سبيلا للنيل منهم والتقليل شأنهم وإلى آخره، فهذا كما أشرنا بالكلمة أن هذا أمر يترتب عليه أضرار كبيرة ولا يجوز، ولا يجلب خيرا ولا يدفع شرا، وإنما يحدث فتنة. ما يشترط في ولي الأمر أن يكون كاملا، فيه أخطاء فيه أخطاء، لكن ما دامت الأخطاء دون الكفر فإنها تتحمل، لأن الصبر عليها أسهل من الخروج الذي يشق عصا الطاعة ويسفك الدماء ويحل الكلمة وتسلط الأعداء على المسلمين. نعم. يقول حفظكم الله: يتردد قول عند بعض طلبة العلم أن مسألة الخروج على ولي الأمر مسألة خلافية، فما رأيكم جزاكم الله؟ هذا ما هو طالب علم اللي يقول هذا، هذا طالب فتنة، اللي يقول هذا الكلام طالب فتنة ليس طالب علم. ما فيه ما هي بخلافية، هذا بالإجماع تجب طاعة ولاة الأمور، ما فيها خلاف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فأين هذا اللي يقول أنها مسألة خلافية؟ هذا إما أنه جاهل وإلا مضلل. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، نحن نعيش في جمهوريات مختلفة غير عربية، ومعظم الناس هناك المسلمون. السؤال: هل يعتبر رئيس الجمهورية ولي الأمر للمسلمين؟ ولي الأمر على بلده، وأنتم تحت ولايته، أنتم تحت ولايته. وكما سبق، إذا تمكنتم من اجتماعكم على واحد ينظم أموركم، ينظم أموركم ومن جهة الفتوى ومن جهة الأمور الطلاق والنكاح والأمور هذه، فهذا واجب على المسلمين، يكون اجتماع مصغر للمسلمين في تلك البلاد للضرورة، كما أن الجماعة في السفر يؤمرون واحدا عليهم، هذا السنة، يؤمرون واحد عليهم لأجل ما يختلفون ولا يصير بينهم شقاق، هذه مؤقتة، هذه ولاية مؤقتة حسب الضرورة. نعم. حفظكم الله، يقول: ما حكم الاستعانة بالكفار على مسلمين اعتدوا على مسلمين؟ لا يجوز الاستعانة بالكفار على المسلمين، إنما الخلاف الاستعانة بالكفار على الكفار، أما على المسلمين فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: السمع والطاعة لولي الأمر هل هو مشروط بانعقاد مبايعته؟ ما يكون ولي الأمر إلا إذا صار تمت مبايعته. نعم. حفظكم الله، يقول: ما قولكم لكن مبايعته ممن؟ من كل واحد؟ لا، من أهل الحل والعقد، إذا بايعه أهل الحل والعقد لزمت طاعته على الجميع. نعم. وهنا حفظكم الله يقول: من هم أهل الحل والعقد؟ هل هم العلماء أم العقلاء؟ ذكرناهم، قلنا أهل الحل والعقد هم العلماء والأمراء وأصحاب الرأي في الدولة. نعم. ما قولكم في مبايعة الفئة الضالة لأحد أفرادهم تحت الكعبة؟ هذا ما يندرج تحت نظام الخوارج والخروج على ولي الأمر، يبايعون واحد في ولاية ولي أمر المسلمين وعند الكعبة أيضا، هذه محادة لله ولرسوله في أقدس مكان والعياذ بالله. الخوارج ما سووا هذا، ما جاءوا يبايعون عند الكعبة، الخوارج وهم خوارج ما جاءوا يبايعون عند الكعبة، هذا من انتهاك حرمات الله ومن انتهاك الكعبة المشرفة، لكن هذا نتيجة الجهل والعياذ بالله، الجهل يفعل بصاحبه أشد من هذا. نعم. أكثر من سؤال حفظكم الله عن مسألة الذين، بعض الشباب الذين يصدر منهم سب للعلماء وانتقاص منهم، إما لاختلافهم في الرأي معهم أو لغير ذلك، وربما اتهام نياتهم، فما توجيهكم حفظكم الله؟ أولا نسأل: هل هؤلاء علماء؟ لو أنهم علماء صحيح ما تنقصوا أهل العلم، هذا يدل على جهلهم، والجاهل ما تقدر أنك تضبط هوته، جاهل هذا. الذين يسبون العلماء هؤلاء جهال، لو كانوا علماء ما سبوا العلماء، فهؤلاء ليسوا بشيء ولا يلتفت إليهم، وأهل العلم لهم قدرهم وهم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والعلماء هم في طليعة أهل السنة والجماعة ولله الحمد، خصوصا في هذه البلاد، وفي البلاد الأخرى العلماء الذين على الحق وعلى منهج السلف لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لأنهم من الفرقة الناجية. نعم. يقول: هل يكفي إرسال برقية للإنكار لولي الأمر؟ نعم، برقية تكفي، الورقية تكفي،
وهي من وسائل تبليغ ولي الأمر. نعم. يقول: هل يزكى الإنسان الصالح بمجرد شهرته بين الناس أو بكثرة عبادته وظهوره بمظهر الصلاح؟ تزكية شهادة، التزكية للشخص شهادة، والشهادة لا تجوز إلا عن علم. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد أن تكون الشهادة عن علم بالشخص. لا يكفي ما يظهر لك، حتى تعرف باطنه وظاهره وتزكيه بموجب ذلك. أما إن كنت تجهله إنك تسكت عنه، لا تمدحه ولا تذمه لأنك ما تعرفه. نعم. قل: هل هناك خصائص خص بها ولي الأمر في الدين عن سائر المسلمين؟ ولي الأمر من المسلمين، اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهو من المسلمين، يجب عليه ما يجب على المسلمين، ولكن هو يختص بوجوب السمع والطاعة له بالمعروف، ويختص بأنه هو الذي يتولى تنفيذ الأحكام، وهو الذي يولي الأعمال من يقوم بها. هذا من اختصاصاته. ولي الأمر له اختصاصات مذكورة في كتب العقائد، وهو الذي يأمر بالجهاد ويقوده أو يؤمر عليه. هذا من اختصاصات ولي الأمر. نعم. حفظكم الله. يقول: هل صحيح ما روي عن الشافعي قوله: لا طاعة لولي أمر عطل الجهاد؟ ما أظن الشافعي يقول هذا الكلام. الجهاد حسب الإمكان يا أخي، حسب الإمكان. الجهاد إذا توفرت شروطه وإمكاناته وانتفت موانعه يقام، أما إذا لم تتوفر شروط الجهاد ولا إمكانياته فإنه يؤجل إلى وقت آخر. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما كان يجاهد، بل كان منهي عن الجهاد في مكة، فلما هاجر أمر بالجهاد. فالأحوال تختلف. نعم. أحسن الله إليك. كثير من الأسئلة صدرت بقولهم: إنا نحبك في الله. هذا يقول: حدث وخبر جعل الناس يدوكون فيه، ويغلط أقوام ويرجح ويكذب أقوام آخرون، هو ما ذكروا من الأصوات التي سمعت من فريق علمي روسي، زعموا أنهم سمعوا أصواتا من تحت الأرض، وفسر بعضهم أن هذا هو من أصوات الذين يعذبون في قبورهم. نحن نؤمن بعذاب القبر، وهو من عقيدتنا قبل أن تأتي خرافة الروس هذه. فاللي ما هم مؤمن بعذاب القبر إلا لما جاءت خرافة الروس ويترك الأدلة، هذا في إيمانه نظر. فنحن نؤمن بعذاب القبر ونصدق به بموجب النصوص من الكتاب والسنة، ولا نلتفت إلى قول الروس أو غيرهم. نعم. يقول: حفظك الله، أنا مقيم من بلد عربي، فهل ولي أمري رئيس دولتي أم من أراه من ذا دين؟ يقول: أنا مقيم من دولة عربية، فهل ولي أمري رئيس دولتي أم من أراه ذا دين من ولاة المسلمين؟ ولي أمرك ولي البلد الذي أنت فيه، فإذا كنت في هذه البلاد فولي أمر هذه البلاد له الولاية عليك، لأنك دخلتها بالالتزام بالنظام والدخول تحت حكم هذه البلاد. فإذا ذهبت إلى بلادك فولي أمرك من كان في بلادك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أحد المتعاملين في سوق الأسهم، وأضارب بشكل يومي وأحيانا أسبوعي، وهناك شركات ذكرت. الله يعينك على الخسائر. أي نعم، إذا صرت بسوق الأسهم فالله يعينك على الخسائر وعلى ذهاب المال، عليك بترك هذا العمل وطلب الرزق في غيره، والسعيد من وعظ بغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قول الحمد لله للعاطس وهو في صلاة الفرض مع ذكر الدليل؟ نعم نعم، يقول الحمد لله ولو في الفرض، لكن ما يرفع صوته به لعموم الأدلة. نعم. عفى الله عنكم. يقول: عملي يحتم علي مخاطبة النساء وهن كاشفات الوجوه والأيدي مثل الممرضات مثلا، توجيهكم إلي؟ لا تنظر إليهم، خاطبهم بدون نظر إليهم، غض بصرك، وإذا تيسر لك الانتقال إلى عمل آخر وجب عليك أنك تنتقل ولا تبقى في هذا، لكن إذا اضطررت فتخاطبهم من غير نظر إليهم. نعم. حفظكم الله. يقول: هل الحجامة داخلة في السنن الفعلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ حجامة مباحة، علاج مباح، لا يقال أنه سنة. يقول لي ما يحجم تارك للسنة، لا،
هذا من المباحات، والعلاج والأدوية من الأمور المباحة. نعم. يقول: ما رأيكم في من تفوته صلاة الفجر مع الجماعة علما بأنه يوقت المنبه كل ليلة على صلاة الفجر ولكن لا فائدة، وهل يعتبر ذلك ممن تسقط عنه لعذر شرعي النائم، علما بأنه يدعي كل ليلة بأن يصلي الفجر مع الجماعة؟ هذا يمكن أنه يسهر، واللي يسهر ما يقدر يقوم ولو عنده منبه، فعليه أنه يبكر بالنوم، عليه أنه يبكر بالنوم من أجل أن يأخذ حظه من النوم ويستيقظ في آخر الليل، هذا هو العلاج، ولا يسهر مع الذين يسهرون إلى آخر الليل، وليس له عذر إذا استمر على هذا، فليس له عذر، إنما العذر في النوم الطاري فقط، أما النوم المستمر فهذا ليس عذرا. نعم. حفظكم الله. يقول: في وقت النوم أقوم بتشغيل قناة القرآن وأنام، هل هذا جائز أم يجب أن أجلس عند التلفزيون لأسمع القرآن؟ تبي تنام، نم نم وارتح، والقرآن تسمعه إذا استيقظت إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول حفظكم الله: ما حكم من يأخذ العمرة في الشهر أكثر من مرة؟ لا بأس لذلك، قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن لا يحرم بالعمرة من مكة، إنما يخرج ويحرم بها من الحل من خارج حدود الحرم. نعم. يقول حفظكم الله: زوجتي اعتمرت بالنقاب وهي ناسية ولم تذكر أنه لا يجوز إلا في القصيم، يعني بعد عودتهم، فما حكم هذا الفعل؟ ليس عليها شيء، ما دامت ما تدري تعذر بالجهل. نعم. يقول: أنا ساكن في شقة سبق أن سكنها شخص وأهله قبلي، وكان لديهم طفل قدر الله ومرض الطفل وهو في الشقة التي أنا ساكن فيها، ورحل الشخص من الشقة، والآن يقول الرجل: أنا أبغى آتي إليك في الشقة وأرش ماء بالغرفة مجري فيه لأن الشيخ قال لي افعل ذلك. هذا مخرف من المخرفين، واللي أمره من المخرفين، فلا تطعه ولا تمكنه من دخول غرفتك، وقل له هذا منكر، هذا الأمر منكر، واللي قال لك هذا مخرف. نعم. حفظكم الله. يقول: ما حكم لبس الملابس الرياضية التي عليها أسماء لاعبين غير مسلمين؟ لا يجوز حمل شعار الكفار وتعظيم الكفار، فحمل صور، حمل الصور حتى ولو كانت لمسلمين لا يجوز، حمل الصور في الثياب لا يجوز، لأن هذا من تعظيم الصور وملابستها استصحابها، فكيف إذا كانت صور كفار؟ فالأمر أخطر، فلا تلبس هذه الملابس. نعم. حفظك الله شيخنا. يقول: هل تكرار المسح على الأعضاء في الوضوء من الغلو؟ الأعضاء ما هي بتمسح، تغسل، إنما يمسح الرأس فقط، يمسح الرأس، وأما الأعضاء فتغسل وتبلغ بالماء، لكن يمكن قصدها الدلك، الدلك أثناء الغسل، هل يكفي إجراء الماء على العضو أو لا بد من دلكه؟ الدلك سنة، وإجراء الماء على العضو فرض، لا بد من جريان الماء على العضو، فإن دلكه هذا سنة لأجل يتبلغ. نعم. حفظكم الله. يقول: هل المكفرات مكفرات الذنوب مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر إذا اجتنبت الكبائر؟ يقول سؤالي: هل إذا كان عند الشخص كبير من كبائر الذنوب وعمل بهذا الحديث يحرم من فضله كذلك ما في حكمه من المكفرات؟ له أجر الذكر، له أجر الذكر، أما التكفير للكبائر فلا يحصل إلا بالتوبة، التكفير للكبائر لا يحصل إلا بالتوبة أو بعفو الله عنها. نعم. والصغائر أحسن الله إليك؟ الصغائر تكفر بأداء الفرائض، كما قال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فالفرائض تكفر الصغائر. نعم. قول حفظك الله: أنا شاب كثير الاحتلام، وفي بعض الأحيان أحتلم ولا أغتسل إلا مع صلاة الظهر وأصلي الفجر، وذلك بسبب برودة الماء. أولا لكثير الاحتلام لماذا لا يتزوج؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، عليك أنك تتزوج، إنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ثانيا إذا كان الماء شديد البرودة ولا تتحمله وليس عندك ما تسخنه به
من حطب أو غاز أو كهرب، ما عندك ما تسخن به وهو شديد البرودة لا تستطيع، فتتيمم للتراب وتصلي كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه في بعض أسفاره. نعم. يقول: صليت صلاة العشاء وكان على ثوبي دم يسير، فهل صلاتي جائزة مع العلم أني لم أكن أعلم بوجود الدم إلا بعد الانتهاء من الصلاة؟ إذا صليت وعلى بدنك أو ثوبك نجاسة ولم تعلم بها حتى فرغت الصلاة فصلاتك صحيحة، ولكن تغسل النجاسة للمستقبل. نعم. يقول: هل يسقط ذنب الغيبة بالكامل إذا أخبرت المغتاب بذلك وصفح عني؟ نعم، إذا سمح عنك سقط الإثم، لكن لا تعود لمثل هذا. نعم. يقول: هل الاستهزاء ببعض الحركات التي يقوم بها بعض الملتزمين أو الملتحين هل هو استهزاء بالدين؟ هذا يحتمل، إن كان قصده الدين واللحية وأمور الدين فهذا استهزاء بالدين، أما إن كان قصده الشخص هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ما يجوز أنك تسخر من المسلم وتتنقص المسلم، لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم، السخرية لا تجوز، لكن إن كانت سخرية بالدين فهذه ردة، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالدين هذه ردة عن الإسلام، أما الاستهزاء بالأشخاص هذه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. سؤال أخير يقول: يكثر الحلف بين الزوج وزوجته عند بعض الأشياء، ولكن الزوج يغير كلامه ويسمح لها ببعض الأمور بعد الحلف لأنه كان في حالة غضب أو ما أشبه، ماذا يلزم؟ إذا كان الغضب شديدا فإن اليمين لا تنعقد مع الغضب الشديد، أما إذا كان الغضب ليس شديدا ويتصور ما يقول فإنه تلزمه الكفارة. نعم. شكر الله لشيخنا ما تفضل به، ونسأل الله أن يجزيه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء، وأنتم شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.